السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد مديح، لاعب سابق في نادي الرجاء البيضاوي ولاعب المنتخب. الحمد لله نهيت مشوار ديالي بدولة قطر بعد قضاء 13 سنة مع الفئة السنية. تدرجنا في كل المستويات، الحمد لله كملنا التكوين ديالنا في دولة قطر حيث حصلنا على الاي اف سي برو ليسانس، وعودنا للأ لشهادة الأ. التجربة كانت مليئة بكل ما هو إيجابي من حيث التكوين ومن حيث العمل، لأن الظروف جد عالية. وكل كنشكر الناس ديال دولة قطر على الاهتمام ديالهم بالرياضة عموما وبكرة القدم خاصة، سيما أنا مسؤولي نادي الدحيل هنا في المغرب. بعد الرجوع إن شاء الله نشرفوا البلاد ديالنا ونسخروا كل الإمكانيات اللي حصلنا عليها إن شاء الله، سواء هنا في الحي ديالي اللي تولدت فيه اللي هو سيد البرنوصي، أو في نادي عين السبع العريق اللي الآن كنشوفه كيتخبط في درجات الهوات. وإن شاء الله نسأل الله التوفيق لنا ولجميع الإخوان. كنشكر كل الإخوان اللي احتفوا بنا بهذا الترحاب الكبير بعد العودة إلى أرض الوطن. شكرا للجميع وبالتوفيق إن شاء الله.